وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل للمرة السادسة على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، موازاة مع شروع وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في جولة شرق أوسطية لبحث جهود الوساطة لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع. ويقر المشروع بضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الأساسية ودعم الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار المتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين. أقر سلاح الجو الأوكراني بإطلاق روسيا 31 صاروخاً على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الخميس، معلناً إسقاط جميع الصواريخ في منطقة العاصمة كييف. وكانت سلطات بلدية كييف قد أعلنت عن سقوط صاروخين داخل المدينة، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص ووقوع أضرار في عدة أحياء في كييف. أنقذت السلطات الإندونيسية 69 لاجئاً من الروهينجا على الأقل غداة انقلاب قارب كانوا على متنه قبالة سواحل منطقة غرب أتشاي. وفق ما أفاد الصحفي في وكالة الصحافة الفرنسية، كان على متن سفينة الإنقاذ، وكان صيادون أفادوا أمس عن إنقاذ 6 أشخاص بينما جرفت التيارات القوية عدداً آخر.